ونبقى مع تطورات وتنضم إلينا من بيروت زميلتنا من ساحة رياض الصلح كلودي أبي حنا. كلودي، يبدو أنه عنوان اليوم السابع لاحتجاجات لبنان هو إضراب عام، قطع للطرق في معظم المناطق. لو توضحي لنا خريطة قطع الطرق، هل تسمعينني كلودي؟ نعم أسمعك جيدا. في الواقع عنوان هذا اليوم السامع قمع التحركات والاحتجاجات على الطرقات خصوصا في شمال العاصمة بيروت. منذ ساعة من الآن الذي حدث؟ تبدل المشهد بشكل تبدل المشهد بشكل كبير. كنت قد ذكرت في رسالة سابقة أن المرحلة الثانية من التحرك الاحتجاجي بدأت اليوم، ورأينا معاودة منذ ساعات الصباح الأولى لقطع عدد كبير من الطرقات في بيروت ضواحيها الشمالية، أيضا في الجنوب في البقاع. ولكن قبل ساعة من الآن استخدم الجيش اللبناني قوة كبيرة في أكثر من منطقة، ولاسيما في التجمعين الكبيرين في منطقة جل الدين في المتن الشمالي ومنطقة الزوق على أبواب كسروان. في هاتين المنطقتين عمد المواطنون طيلة الأيام السابقة إلى الاحتجاج والاعتصام وتنفيذ تجمعات كبيرة، ونعلم أن طابع هاتين المنطقتين هو طابع مسيحي، وكان هناك اعتقاد بأن هذه التجمعات سوف تستمر طيلة الأيام المقبلة. ولكن يبدو أن الجيش اللبناني لديه قرار واضح بإزالة هذين التجمعات معين الكبيرين في منطقة فرقهم ومنطقة جل الديب. وهذا كلودي، الأمر لو توضحي لنا تفصيليا، هل الآن يقوم الجيش اللبناني بتفريق المنطقتين جل الديب من المتظاهرين الآن؟ هذا الذي يحدث في الأثناء، هذا الذي يحصل وبالقوة، يعني هناك قوة من المغاوير فوج المجوقل في الجيش اللبناني. هاتان القوتان اللتان لا تتدخلان إلا في حالات معينة ودقيقة، تدخلت هاتان القوتان من أجل تفريق المتظاهرين في هاتين المنطقتين، جل الديب في المتن الشمالي والزوق في منطقة كسروان. ويعني هذا الأمر يلقى اعتراضا كبيرا وخيبة أمل من قبل المواطنين، لأنهم يقولون لماذا الجيش اللبناني يدفعنا، لماذا تحصل هذه الشدة في التعامل معنا وهذه الشدة؟ هل خلفت أي نوع عليكم من الاحتكاكات، من الاشتباكات بين قوات الجيش والمتظاهرين كلودي؟ ليس من اشتباكات، إنما احتكاك تدافع، لأن التظاهرة سلمية والمواطنون والمحتجون يصرون على القول سلمية سلمية. وفي الواقع يعني الجيش اللبناني لا يستخدم القوة إلا لدى إصرار المتظاهرين على عدم ترك المكان، حيث يحصل تدافع. لم يتم استخدام إطلاق النيران أبدا، ولكن التدافع بشدة في هذا الأمر. دعيني أسأل هنا أحد أعضاء منسقي الثورة، هيئة تنسيق الثورة، يعني ماذا يحصل في الزوق؟ هل تغير قرار الجيش اللبناني؟ كان القرار بالتعامل بشكل سلمي مع المتظاهرين، هل تغير هذا القرار؟ عندكم معلومات ولا أنتم تراقبون مثلنا ما يحصل على الأرض؟ موضوع أولا، موضوع الطرقات وتسكير الطرقات هو جزء تفصيل صغير بموضوع الثورة. ما بدنا ناخذ الثورة لموضوع تسكير وفتح الطرقات. طبعا هنالك حالات اضطرارية، هنالك ناس مرضى بده يقطعوا بالشارع، في قمح بده يمرق. نحن مع انه يكون في مسرب خاص لحالات الطوارئ وللحاجات الإنسانية الملحة. أما الموضوع ما بدنا ناخده لتسكير الطرقات وهو خلاف بين الجيش والمتظاهرين، كلا بالعكس، الجيش يتعامل مع المتظاهرين كأنهم أبنائه، ونحن نتعامل مع الجيش بهذه الطريقة أيضا. الموضوع ليس في تفصيل الطرقات، الموضوع هو هذه السلطة التي لا زالت تكابر أمام هذا الرأي العام وأمام هذه الجماهير بالمطالب التي نحن نسعى إلى تنفيذها والتي نسعى إلى تغيير. طب أنتم في رياض الصلح ساحة الشهداء رح تبقوا، شعرتوا انه في هناك رغبة انكم تخلوا الساحات مثل ساحات اخرى ام لا؟ وقت اللي كانت الساحات الاعداد ضئيله ما ظهرنا، ما ممكن هلا نظهر من الساحات دون تحقيق المطالب اللي نحن قدمناها بالهيئه التنسيق ثوره 17. ماذا تقول للذين يواجهون الجيش اللبناني هلا الان في جل الديب والزوق، ان يبقوا في اماكنهم ام ان ينضموا اليكم هنا؟ ماذا عليهم ان يفعلوا؟ لا خيار لنا سوى الدوله، ومن يريد ان تكون هذه الدوله بكل معنى الكلمه عليه ان يحمي الجيش بصدوره. الجيش هو نحن.
ما حدا يدخل على هذا الخط ابدا ولا يروحوا لتفاصيل ابدا ابدا مش من خط الثوره اللي نحن عم نسعى لها. شكرا. إذن إصرار على عدم الاحتكاك مع الجيش اللبناني رغم يعني سعي الجيش اللبناني إلى فض الاعتصامات بالقوة في منطقتي جل الديب والزوق. وأيضا أشير إلى أن هنا على مقربة مني في السراي الحكومي سوف يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري ظهر اليوم وفدا من جمعية المصارف للبحث في بند أساسي هو مشاركة المصارف اللبنانية بدعم بجدولة الدين اللبناني وبمبلغ يقارب 3 مليار دولار من أجل يعني محاولة خفض عجز الخزينة اللبنانية ووصول إلى تصفير هذا العجز، لنرى إذا ما كانوا سيقبلون أم إذا ما كانت اعتراضاتهم لا زالت كما كانت عليه في السابق، لأن المصارف لم تكن موافقة أبدا على هذا الأمر. سوف نرى ما سيصدر عن هذا. سنتابع معك بطبيعة الحال كل التطورات ساعة بساعة. أشكرك جزيلا زميلتنا من ساحة رياض الصلح كلودي أبي حنا.